الآن مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لنسأل ما مستقبل الاتفاق النووي الإيراني وأين يقف الحرس الثوري منه؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية على لسان النائب ولي إسماعيلي أن البرلمان منح الفريق المفاوض النووي تفويضا تاما ولا حاجة لمصادقة البرلمان على الاتفاق مع الطرف الآخر. وكشفت مصادر عن إحراز تقدم بشأن دفع تعويضات لطهران إذا ألغي الاتفاق النووي. واعتبر البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران اكتملت وأن الوقت ينفد أمام طهران للقبول في المقترح بالمقترح في وقت نفى مسؤول إيراني اشتراط شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. وفي وقت سابق تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبقاء الحرس الثوري على قائمة العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. وفي عام 2018 انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية قالت إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني. وتستهدف العقوبات بشكل خاص ذراع عمليات الحرس في الخارج فيلق القدس. تأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 بقرار من المرشد وقتها الإمام الخميني، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ وخلق نوع من توازن القوى مع القوات المسلحة النظامية. يقدر عدد أفراد الحرس الثوري بنحو 125 ألف عنصر، ولديه قوات برية بالإضافة إلى الوحدات البحرية والجوية، ويشرف على أسلحة إيران الاستراتيجية. ويقود الحرس الثوري حاليا حسين سلامي بعد أن أقال المرشد علي خامنئي قائد الحرس السابق محمد علي جعفري. فيلق القدس هو أحد أذرع الحرس الثوري، ويتولى تنفيذ مهام حساسة في الخارج مثل تقديم الأسلحة والتدريبات للجماعات المقربة من إيران. ويعتقد أن الحرس يسيطر على حوالي ثلث الاقتصاد الإيراني من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات، وهو ثالث أغنى مؤسسة في إيران بعد كل من مؤسسة النفط ووقف الإمام الرضا. يسيطر الحرس الثوري على مؤسسة خاتم الأنبياء، وهي مؤسسة تدير شركات تتعلق بالطرق والإعمار المدني والنفط وشبكات الاتصالات، وتضم أكثر من 100,000 موظف. ووفق معهد ستوكهولم الدولي لإبحاث السلام، فإن الموازنة المخصصة للحرس الثوري عام 2022 تبلغ ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي. فنتابع التقرير ثم نعود لنسأل ضيفنا الخبير في الشأن الإيراني عن مستقبل الاتفاق النووي وأين يقف الحرس الثوري منه. بعد توقف استمر لأشهر تلتقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا من أجل المحاولة لإحياء الاتفاق النووي ووقف الإجراءات الإيرانية المتخذة في هذا المجال، وتجري المفاوضات تحت إشراف منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا المكلف بالتنسيق مع الوفد الأمريكي الذي لا يشارك مباشرة في المفاوضات. ورغم تحقيق تقدم في المفاوضات تبقى نقاط خلافية بين الأطراف تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ولعل أبرز نقاط الخلاف تتمثل في شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه، إذ أن الولايات المتحدة ترفض سحب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار هذه المفاوضات. وتطالب طهران أيضاً بضمانات في حال عاد جو بايدن عن تعهداته، فضلاً عن إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وتسبب الحرس الثوري بتعقيد وتوتير أجواء محادثات النووي بعد أن أعلن مسؤوليته في شهر مارس الماضي عن هجوم صاروخي من إيران على شمال العراق استهدف مجمعاً إسرائيلياً، لكنه سقط بالقرب من قنصلية أمريكية جديدة قيد الإنشاء. كان إدراج الحرس الثوري جزءاً من سلسلة من التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب لإدراج الأشخاص والكيانات الإيرانية تحت عقوبات الإرهاب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن
عنصراً من عناصر دولة أجنبية كياناً إرهابياً. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تتوقف على ما قد يكون القضية الأكثر حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات، وهي ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية. وتثير هذه القضية معارضة حلفاء واشنطن مثل إسرائيل، حيث وجهت الحكومة انتقادات علنية لاذعة لأي محاولة لإزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب. ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إن الفشل في التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن هذه القضية بشكل سريع يمكن أن يتسبب في انهيار المفاوضات التي حلت على مدى عام تقريباً كل خلاف آخر تقريباً. في المقابل وفي دفاعهم عن رفع العقوبات المفروضة على الإرهاب، قال مسؤولون أمريكيون تحدثوا للصحيفة إن التهديد الذي يشكله الحرس الثوري وغيره من الكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب سيكون أسوأ بكثير إذا حصلت إيران على أسلحة نووية. الصحيفة ذاتها ذكرت في تقرير لها بأن إيران تخلت عن طلبها إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، لكنها لا زالت تدعو للحصول على ضمانات أقوى بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى أو تعيد فرض عقوبات على طهران. إلا أن مصدراً مقرباً من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا صرح لوكالة إيرنا الإيرانية أن إيران لم تتخلى عن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأن للادعاءات الإعلامية لا قيمة لها. مؤخراً وفي خطوة ربما تقرب من ولادة اتفاق نووي جديد مع طهران، اقترح الاتحاد الأوروبي تقليل الضغط على الحرس الثوري الإيراني عبر السماح للمواطنين غير الأمريكيين بالتعامل مع الشركات التي لديها معاملات تجارية مع الحرس. ووفقاً لصحيفة بوليتيكو، فإن مسودة المقترح الذي اطلعت عليه تضمنت أيضاً تخفيض عمليات التدقيق في المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها، مضيفة أن مضامين المسودة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لتقديم تنازلات أكبر مما كان متوقعاً لتأمين الصفقة. على الرغم من ارتفاع نبرة التفاؤل داخل العاصمة الأمريكية من اقتراب إيران والقوى الغربية من توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، إلا أن خبراء أمريكيين حذروا من التفاؤل المفرط بالتوصل لاتفاق بين الطرفين، لا سيما وأنه لم يتم التوصل لصيغة حل نهائية تتعلق بالحرس الثوري، والذي يعتبر من أهم النقاط الخلافية بين الأطراف. معنا من دوحة دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي المتخصص في تاريخ إيران المعاصر والشرق الأوسط بجامعة قطر. دكتور أزويري، الكل يتحدث عن أجواء إيجابية وعن اقتراب التوقيع على اتفاق لإعادة إحياء اتفاق 2015. ما الذي جعل الاتفاق اليوم ممكنا برأيك؟ باعتقادي ثلاث عوامل أساسية تدفع إلى حالة التفاؤل الحذر خلال الأيام القليلة الماضية، وهي التطور الأساسي وهو حالة الأزمة السياسية التي تعيشها معظم الدول التي هي منخرطة في التفاوض، ليس فقط إيران، ليست فقط الولايات المتحدة، بل الدول الأوروبية. وهناك ضغوط اقتصادية وسياسية إلى الوصول إلى نتيجة فيما يتعلق بهذا التفاوض الذي استمر حوالي 15 شهرا، ورغبة شديدة في التوصل إلى نتيجة هذا التفاوض. الأمر الثاني باعتقادي يتعلق بالولايات المتحدة وما يجري فيها سياسيا، انتخابات النصفية، الإدارة الجديدة، ما يجري داخليا فيما يتعلق بالحرب الروسية، انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا. ثم الأمر الثالث يتعلق بإيران نفسها، هنالك ضغوط اقتصادية كبيرة، وهنالك حالة من الإحراج
للمؤسسة السياسية، فالمؤسسة السياسية الإيرانية الآن هي من لون واحد فقط، لا يوجد معارضة حقيقية، لا يوجد هنالك من يحاول أن يشعر رئيس الجمهورية أو أي صانع قرار آخر بأنه الوصي على النظام الحريص على النظام، وبالتالي الكل هم من التيار المحافظ التقليدي، وبالتالي هناك ضغوط شديدة عليهم أن يفعلوا شيئا حتى يخرجوا المجتمع من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يعيشها النظام. ولهذا برأيك تراجعت إيران كما قيل عن اشتراط رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كي توقع الاتفاق؟ أعتقد الكل تراجع. خلينا نعود عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، أحد مبررات ترامب للانسحاب من الاتفاق كانت أن الدور الإيراني في الإقليم غير مشمول بالتفاوض والاتفاق السابق، وأن نظام الصاروخ الإيراني لم يكن مشمولا، وبالتالي قال إذا أردنا العودة للاتفاق ووافقه الرئيس الفرنسي ماكرون أنذاك، يجب أن تشمل أي عودة وإحياء الاتفاق هذين الأمرين. انظر ماذا حدث الآن، الحديث عن اتفاق وشيك، لا حديث عن الدور الإقليمي لإيران، لا حديث عن النظام الصاروخي لإيران، وفي المقابل إيران في وضع حرج أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعليها أن تقدم كثير من الإفادات والتوضيحات حتى لا يعني يستفاد من التقارير الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في أزمة جديدة بالاتفاق، وبالتالي الكل تراجع، الكل أجبر على أن يعود خطوتين للخلف إذا أراد توصل للاتفاق، وهذا الأمر كان الأوروبيون ضغطوا في اتجاهه. الأوروبيون في مبادرتهم الأخيرة قالوا بشكل واضح، دعونا نضع القضايا الإشكالية التي أردتم أن تضيفوها على جدول التفاوض، ودعونا نذهب إلى إحياء الاتفاق كما سمينا المفاوضات، مفاوضات إحياء الاتفاق، دعونا نذهب إلى إحياء الاتفاق وفقط. ولكن دكتور، إيران كانت تشترط وأكثر من مرة على لسان مسؤوليها أن الحرس الثوري يجب أن يرفع من القائمة الأمريكية للإرهاب، هل تراجعها عن هذا الموضوع هو فقط بسبب الضغوط الاقتصادية أم لأسباب أخرى ربما؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة أعطت إشارة واضحة للدول للاتحاد الأوروبي ولوسطاء آخرين حتى بالمنطقة أن هناك عقوبات نوعين على إيران فرضتهم أمريكا، هناك عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي وهناك عقوبات غير مرتبطة بالبرنامج النووي، وقالت أمريكا واضحة التي العقوبات المرتبطة بالبرنامج سيتم رفعها تدريجيا وبالتالي يمكن تبرير ذلك، لكن العقوبات الأخرى لا يمكن المساس بها، ومنها وضع الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي حسمت الموضوع. إذا أرادت إيران الذهاب للاتفاق لا حديث عن موضوع رفع الحرس الثوري من المنظمات الإرهابية. أو اعتقادي هنالك أيضا مخرج خرجوا منه بأنه يمكن أن يكون هناك بعض الشخصيات التي يمكن أن يكون عليها ظلمت بين قوسين يمكن أن تخرج، لكن أو حتى الشركات إخراج بحسب لن يتم. بحسب ما تسرب من المقترح الأوروبي الشركات نعم شركات أن وشخصيات نعم أن الأوروبيين اقترحوا أنه يمكن التعامل مع الشركات مرتبطة بالحرس الثوري وإنما ليس بالحرس الثوري ككيان، هذا ربما كان المخرج. صحيح نعم طيب كان مخرجا نعم طيب. كان مخرجا ولكن بالنسبة للأمريكيين حافظوا على فكرة الأساسية أن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية، وهذا ما رحبت به إسرائيل كثيرا. طيب دكتور، بالنسبة لدول المنطقة إعادة إحياء الاتفاق طبعاً. النووي هو خبر جيد لها، عودة رفع العقوبات عن إيران، عودة مليارات الدولارات كعوائد إلى إيران، هل هذا خبر جيد بالنسبة لدول المنطقة؟ الدول العربية أتحدث، لا يمكن وضع الدول العربية في سلة واحدة، هنالك من يرحب بالعودة للاتفاق من منظور إعادة الأمن والهدوء والاستقرار للمنطقة في ظل أزمات متصاعدة، وبالتالي يقول خير وبركة نذهب إلى العودة للاتفاق على ذلك يساعد في تهدئة المنطقة، لكن هنالك من يرى وقلق من أنه هذه العودة قد تدفع إيران إلى ممارسة أدوار سلبية في المنطقة، وبالتالي يرون بأن العودة للاتفاق قد تكون سلبية وبالتالي لا يشعرون أنها تكون عامل استقرار في المنطقة، لذلك لا يمكن الحديث عن وجهة نظر واحدة في المنطقة، هناك تفاوت وجهات النظر وردود الفعل، وباعتقادي يعتمد على طبيعة الدولة وطبيعة
نظرتها لإيران وتصنيفها لإيران. هناك من يرى إيران أنها جزء من المنطقة ويجب التعامل معها ويجب شمولها في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة. هناك من يرى بأنها بسياستها منفردة أحادية تمارس نوع من عدم الاستقرار وبالتالي يجب الحذر منها ويجب عدم الثقة فيها. وهذين التيارين موجودين في المنطقة العربية وباعتقاد أنهم سيستمران لن يختفيا في أي وقت قريب. طيب إذا مضت الأمور كما تبدو في اتجاهات إيجابية وجرى التوقيع على إعادة إحياء اتفاق 2015، هل يكون الغرب برئاسة الولايات المتحدة قد سلم المنطقة لإيران كما يتحدث البعض ويكتب؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا شخصيا أعتقد بأنه كل الحديث عن تسليم إيران أمريكا إيران للمنطقة تسليم إيران للمنطقة لإيران وأنه احتلت العواصم كلها باعتقادي هذا النوع من أنا أسميها الهلوسة في إعطاء إيران ما يسمى بالنقاط الامتياز التي لا تستحقها. كل ما يحدث في المنطقة الآن هو عبارة عن حالة دول هشة. الدول الهشة أي دولة أي فرد أي مجموعة يمكنها أن تسيطر عليها. القاعدة سيطرت على الدولة في العراق، الدولة الإسلامية سيطرت على الدولة في العراق عندما أتيح لها الفرصة. هناك فرص موجودة لإيران تستثمر فيها، الآخرون لا يستثمرون، وبالتالي لا يمكن القول بأنه إيران يعني ستكون منتصرة في هذه. أنا أعتقد أن إيران في العراق الآن في وضع مأزوم. إيران مأزومة في الوضع اليمني، إيران مأزومة في الوضع السوري. انظر إلى الضربات التي تتلقاها في سوريا. قبل يومين ضربت في موقعين مهمين سواء هي مجموعات عسكرية تابعة لإيران أو أخرى لحزب الله من قبل إسرائيل، ولم تنبس ببنت شفا كما يقال. أنا أعتقد بأن هناك استنزاف لإيران، لكن لا يريد خصوم إيران أن يروح حتى لا يقولوا بأنه إيران تخسر وبالتالي يبرروا حالة من ضعفهم. يريدوا أن يقولوا إيران قوية حتى لا أحد يتهمهم بأنهم ضعفاء ومقصرون ولم يقوموا بأدوارهم. وباعتقادي هذا الخطاب، هذا النراتيف، هذه السردية موجودة عن إيران منذ أكثر من 20 سنة، ولا أحد يريد التراجع عنها. الكل يريد أن يقول إيران قوية، إيران تفعل، إيران تعمل، ولأنه يريد أن يغسل يديه من أي تغيير في المنطقة ويقول أنه أنا لا أستطيع فعل شيء لأن إيران تفعل ذلك. وباعتقادي هذا قراءة المتخلي المهزوم وليست قراءة الذي يمارس دور. إذا أبرم الاتفاق مرة أخرى تكون إسرائيل دكتور برأيك خاسرة أم كاسبة؟ إسرائيل في وضع حرج. إسرائيل أمس كانت يوم حداد بالنسبة لها. يعني أنا من الذين غردت أمس وقلت بأنه إسرائيل أنا متأكد أنه في اتفاق لأن إسرائيل حزينة وفي وضع عصبي جدا سيء. إسرائيل ترى بأن الاتفاق قريب وترى بأن الاتفاق هذا على الأقل يعطي إيران نوع من الهيبة في المنطقة، لكن لن يخفف الحرب الاستخباراتية والسيبرانية على إيران على الإطلاق، ولن يخفف المواجهة في سوريا على الإطلاق. إسرائيل ستستمر في المواجهة مع إيران في سوريا وستستمر في المواجهة الاستخباراتية والسيبرانية على إيران، ولن تقف عند الاتفاق، وستستمر في قضية استهداف البرنامج النووي بكل ما تراه. هي عمليا ترى بأن الاتفاق لا علاقة لها به وبأن كل الأمر يتعلق بالأوروبيين والأمريكيين هم أحرار، لكن إسرائيل لها مسارها في التعامل مع إيران وبرنامجها النووي ولن تتخلى عن ذلك. في اعتقادي فالأدلة في 10 سنوات الماضية تثبت ذلك بشكل قاطع. شكرا جزيلا دكتور محجوب أزويري الأكاديمي المتخصص في تاريخ إيران المعاصر والشرق الأوسط في جامعة قطر.